ناحيه جايه مصر هنا والسبب في عدم نزولها هو احداث امبابه. مشكله تمام، احداث امبابه اللي تباطا فيها الشرطه واللي تباطا فيها الجيش. كل الناس عارفه الجيش وصل امتى والشرطه وصلت امتى. بعد احداث امبابه تمت الغاء جميع الافواج السياحيه اللي كانت جايه مصر. مساله التلكيك بان ميدان التحرير السياحه والناس، عايز اقول لحضرتك عايز نقول 10% من اللي موجودين في ميدان التحرير دول سواح اصلا جايين بيتفرجوا على الحضاره والعظمه بتاعتنا. دي اسمها السياحه السياسيه. التلكؤ في تنفيذ طلبات الثوار هو اللي مضيع السياحه. من باب اولى اظبط الاول الامن وحط استقرار. احنا لابس السياحه الجديده. السياحه ثوريه. احنا لابس السياحه الجديده. بعدكم بص ازاي بيقولوا فتحنا لابس السياحه السياسيه. مناخ مناسب جدا لان انا استقبل السياح. انا لغايه دلوقتي الناس بتقول احنا عايزين في جماعه ما او ناس ما بتقولوا ان احنا عايزين نعمل انتخابات اولا. لغايه دلوقتي ما فيش امن. انت منين هتضمن لي الامن؟ الامن بتاعي انا مش ضامنه. عايز تجيب لي السياح؟ انا شخصيا عن نفسي انا برفض ان اي سايح يجي، لان لو اي سايح حصل له اي حاجه هنا هي ضربه بالقلم في وش كل مصري مننا. فاكيد انا برفض ان السياح يجي دلوقتي لغايه ما تستقر البلاد ولغايه لما الامن يرجع مره ثانيه. الناس بتقول ان القوى السياسيه المصريه اللي توحدت في اثناء الثوره دلوقتي ابتدت تخبط في بعضها. الكلام ده صح ولا مش صح؟ الكلام ده غير صحيح تماما. هي الموضوع كله اتقسم اثنين، ناس مع الشعب ودول الصح، والناس التانيين مع المجلس العسكري اللي مش دايم لحد. لا والله ما دايم لحد. اللي مش دايم لحد. شاهدوه. الاخوان لما بيشتم فينا وبيقولوا ان اللي موجودين في ميدان التحرير دول بلطجيه وكفره. انا من كل ايا كان بلاش نسمي. مصعب في الاخوان اللي قال كده. فين الاخوان اللي قال كده؟ الثوار يقطعون ابو سعد كرامة اولا ثم طلع امبارح يا جماعه حوالي ما مين اللي قال كده؟ طلع امبارح. انا مش متذكر يا جماعه. انا عندي زهايمر. انا مضرب عن الطعام بقالي 3 ايام والله. جت امبارح في مصر اليوم. خلي بالك الاخوان الناس اللي قاعدين دول شيوعيين حاجات كده خلاص يكذبوا. ايا كان انا مش انا قلت في اخر كلامي ان مفيش فصيل معين احنا بنكلمه. طبعا بس المهم كله ان لازم كل القوى السياسيه تكون انتباهها الاول والاخير للشعب. الثوار يرفعون على الكرامه اولا فوق الخبز. الشعب هو خط احمر. انا عندي فرصه ان اوصل. لازم اطالب باكبر قدر من الوضوح. وانا متعهد ان انا ارجع لكم كاتب الزمن شباب الجامع نتيجه هذا الكلام. دي حاجه دكتور ان في خطا تم في حق هذا الشعب الذي قام بثوره ونجح. نو التهديد وهذا لا يصح. من عايز انا احتضار فوري. احتضار فوري. انا عايز اشوف الكلام اللي قاله. احتضار فوري. اي شباب حزب جابها وكمبيوتر تنجلنا مش قادر احبه. بس النبي مفيش حكايه ده. اهلا ازيك يا حبيبي؟ بس طلعوا جاي اللي اضرب على الطعام. معايش يا مهندس. دكتور الو شرفتنا يا دكتور حبيبي. ده الو دكتور. يا دكتور ده انت يا فندم شرفتنا. انت اللي مشرفنا. كلام يا دكتور. اللي هيخرجوا النهارده في التطبيق دول اذا كانوا هم في الوزاره مقنعين روحنا هيقعدوا في بيوتهم هيعملوا ايه؟ الناس لازم حد يتحفظ عليهم. 750 لواء طلعان دول مش هيرحموا الناس. لازم حد يتحفظ عليهم. ما تخافش تخاف منهم. دكتور معاكين الناس تشوفهم هم في الوزاره لما يطلعوا لفين؟ يروح لجان شعبيه تحرسهم. هو مالوش شخصيه. لا عنده حريه اختيار. لا ما عندوش حريه اختيار. ليه ما لو فعلا يعني الكلام ده يا استاذ؟ انا وزير الشخيمه يا دكتور. هو منورين مشرفين والله. سمعت الطلبات. هل ايه؟ حضرتك سمعت الطلبات. حضرتك ان شاء الله ناوي عليه ان شاء الله. لا هنقلها. لا مختلف تماما. لا ان شاء الله. طب هنقلها كويس. ترى الامور ماشيه ازاي؟ ايه؟ ابدا انا مبسوط من اللي بيحصل هنا عشان الناس تعرف ان الشعب واعي ومش هيتاكل وانه مصمم ان اهدافه خلاص. خلاص في استجابه قريبه ان شاء الله. هم مش مقتنعين. هي ثوره من الناس العسكريه مش مقتنع. هيقتنع. اخر حاجه بعد اذن حضرتك ليه المشير التنطوي الشخص ما يطلعش هيتكلم بقى يبعت ليه اليوم اللي هو فيه ده وهو اللي يعمل صح كده مظبوط؟ 100%. السلام عليكم. طيب.